وإنا على أن نريك ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الرسيفر بريفيكس 3 وحاية معالج ممتاز. الرسيفر ده كل واحد الريموت بتاعه الريموت بديل مكانه، اللي بيجي مكانه لما بيبوظ بريفيكس ده الريموت اللي بديل مكانه. حاليا عاوزين نحدثوه، انا وضع الكمبيوتر نكمله تحديث بتاعه. وكده خلصنا تحديث السوفت بتاع البريفيكس بتاعنا. معانا جميع كل القنوات مترتبة الحمد لله، والتحديث الجديد بتاريخ 1/2/2022. وياريت تشترك في القناة لو انت مش مشترك في القناة، وتفعل جر الجرس حتى يوصلك كل جديد.